تفاصيل وفاة الشيخ أبو إسلام الجزائري اللي مات النهاردة في الحمام المعدني، واللي كتير من الناس اتكلموا عنه وقالوا انه مات في الحمام العادي وليس المعدني. تفاصيل وفاته بعد فترة كبيرة جدا قضاها من حياته في خدمة الإسلام والمسلمين وناس كتير جدا كانت بتحبه. النهاردة أغلب الشعب الجزائري تلقى صعقة كبيرة جدا بعد خبر وفاته. انتقل اليوم إلى رحمة الله الشيخ جعفر الفقي المعروف باسم أبو عبد السلام، عضو اللجنة الوزارية للفتوى، عن عمر ناهز 76 عاما إثر سكتة قلبية. اللي قدام حضراتكم ده يبقى اسمه الشيخ أبو عبد السلام الجزائري، اللي كتير قوي من شعب الجزائر بيحبوه جدا لأنه قدم حاجات كتير قوي للإسلام وللمسلمين في دولة الجزائر الشقيقة. النهاردة مات بعد سكتة قلبية وهو موجود في الحمام المعدني بيتلقى العلاج داخل الحمام. وأول لما الخبر انتشر ناس كتير اتصدمت لأنهم كانوا بيحبوه جدا وكانوا بيعزوه قوي لأنه قدم حاجات كتير جدا ليهم وكان من أهم الشيوخ اللي موجودة في دولة الجزائر. كل التفاصيل اللي اتقالت لحد دلوقتي انه مات بسكتة قلبية في الحمام المعدني اللي موجود في ولاية سطيف في الجزائر. وقالوا كمان روايتين عن تفاصيل وسبب وفاته، انه كان بيدي محاضرة وبعد كده توفى في الحمام المعدني، واخبار تانية قالت انه كان بيتلقى العلاج في الحمام المعدني وتوفى النهاردة الصبح. الله يرحمه يا رب ويجعل مثواه الجنة ويخفف يا رب على كل قلوب الناس اللي بتحبه، لانه كان بجد والله يا جماعة شيخ كويس جدا، وانا شفت له اكتر من حاجة وعجبني جدا، وكمان كانت الناس متأثرة بيه قوي 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 في الجزائر، وكانوا شايفينه بجد ليهم قدوة، وفي ناس كتير جدا كانوا شايفين انه من اهم الشيوخ اللي جت على دولة الجزائر. الله يرحمه يا رب ويجعل مثواه الجنة ويرحم مشايخنا المسلمين كلهم، لانهم حرفيا والله العظيم يا جماعة قدموا حاجات كتير قوي تفيد الشباب والناس الكبيرة في مجتمعنا. تعزينا لكل اهل الجزائر الكرام واخواتنا وحبايبنا اللي احنا كمصريين ما نتمنى لهمش ابدا اي زعل، ولكن ده قضاء وحكمة ربنا في الدنيا وسنة الحياة زي ما بيقولوا.